إلى ملفنا الأخير، حيث اضطرت الحكومة السودانية للتعليق على الأنباء التي أفادت أمس بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم. الحكومة السودانية نفت ما أوردته مصادر إسرائيلية بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم، حسب ما أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلي شيمون أرون في تغريدة على حسابه في تويتر، وقال إن تلك الطائرة كانت طائرة إسرائيلية خاصة. التطورات تأتي بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إجراء اتصال هاتفي مع قيادات إسلامية لتهنئتها بعيد الفطر، من بينها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وسائل إعلام إسرائيلية كانت ذكرت في مارس الماضي أن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية بعد أيام من لقاء فريد جمع نتنياهو والبرهان في مدينة عين تيبي الأوغندية. معي للوقوف على هذه التطورات الكاتب والمحلل السياسي دكتور ربيع عبد العاطي. دكتور عبد العاطي، بداية، ما هي حقيقة هذه الطائرة؟ هل هي طائرة إسرائيلية، طائرة خاصة، وهل فعلا هبطت في الخرطوم أم لم تهبط؟ نعم أخي الكريم، أولا هذه الأخبار وهذه المعلومات قد تم تداولها بشكل كثيف جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هناك من يقول بأن هذه الطائرة هي طائرة إسرائيلية قد حطت مطار الخرطوم، ولكن جاء الخبر من الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية نفى نفيا قاطعا بأن تكون هناك طائرة. وهناك أخبار كذلك تقول بأن هذه الطائرة قد أتت ببعض المعونات وبعض الإعانات لحكومة السودان فيما يلي الجائحة التي اجتاحت العالم، وهي ما يسمى ب COVID-19. وبالتالي أنا أقول بأن يعني الرأي العام هو ضد مثل هذه العلاقات، أي علاقة بين السودان وإسرائيل أنا أؤكد بأن الرأي العام هو ضدها تماما. وهذا لكن هل هناك ذكر بأن الطائرة كانت طائرة تركية؟ نعم، هم يقولون ذلك، يعني الأخبار فيها متضاربة بين من يقول أنها طائرة إسرائيلية ومن يقول بأنها طائرة تركية، ولكن الخبر اليقين قد أتى من الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية نفى نفيا قاطعا بأن تكون هناك أي طائرة إسرائيلية قد طيب. ولكن دكتور عبد العاطي، المهم هو السياق الذي نقل في هذا الخبر، مصادر إسرائيلية من هذا المراسل شيمون أرون ما زال يصر أنها إسرائيلية. السياق بأن نتنياهو اتصل بالبرهان في عيد الفطر، وبأن نتنياهو التقى بالبرهان في عين تيبي، فإذا كان البرهان قد التقى بنتنياهو وقابله وتحدث معه، فما المشكلة عند البرهان إذن أن يستقبل طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم؟ وطبعا بالتأكيد بأن يعني الزيارة التي كانت واللقاءات التي تمت بين البرهان ونتنياهو كانت هي يعني زيارة قد وجهت كذلك بغضب شديد جدا وبآثار كانت سيئة جدا، وكانت التعليقات من الرأي العام هي تعليقات غالبة بأنها ترفض مثل هذه العلاقة بين السودان وإسرائيل. وتأتي هذه كذلك الحادثة والنفي القوات المسلحة، هذا يعني بأن حتى القوات المسلحة الآن ليست مع أي علاقة مع إسرائيل. وبالتالي نحن نرجح بأن ما دام الشعب السوداني يرفض مثل هذه العلاقة فلا مجال لحكومة السودان أن تنشب أي قدر من العلاقة مع دولة إسرائيل. ما الذي تريد السلطات السودانية من التطبيع مع الاحتلال؟ هل فعلا سيسهل الاحتلال الإسرائيلي عودة السودان إلى المجتمع الدولي ورفع كامل العقوبات عنه؟ هذا يعني امر يعني يكاد يكون شبه مستحيل. السودان له تجارب يعني مديده جدا مع الغرب وتجارب مع الولايات المتحده الامريكيه، في ان الولايات المتحده الامريكيه كانت تود ان ترفع العقوبات على السودان بمجرد توقيع اتفاق السلام الشامل والاعتراف بدوله جنوب السودان، وكذلك رفع اسم السودان من قبل دول الراعي للارهاب وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، وهذه كلها اصبحت كالسراب البقيع الذي يحسبه الظمآن ماء. وبالتاكيد أن ليس هناك أي ضمان في أي وعود تأتي سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء كان من الكيان الإسرائيلي، وبالتالي لا أجد بأن هناك أي أدنى قناعة ولا أي درجة من درجات القناعة من قبل الشعب السوداني بأي علاقات مهما كانت بأي مستوى من المستويات. لكن المشكلة ما يقوم به البرهان ربما البعض يرى لا يعبر عن الشعب السوداني، يعبر عن بعض التيارات التي وصلت الآن إلى السلطة أو لها كلمة على السلطة. هناك من يشير إلى اليسار والشيوعيين، هل صحيح بأن بعضهم بات الآن مؤيد للتطبيع؟
أنا أبشرك بأن يعني هؤلاء الذين الآن يتصدرون المشهد السياسي يعني لا أعتقد بأنهم سيستمرون هكذا في صدارة المشهد السياسي. يعني الآن الرأي العام كله تقريبا نسبة غالبة جدا من الرأي العام هي ضد هؤلاء الذين يتصدرون المشهد السياسي، هم أقليات، وهذه الأقليات لا يكتب لها الاستمرار بأي حال من الأحوال. وبالتالي أنا أؤكد لك بأن أي علاقة مع إسرائيل أو أي علاقة مع جهات هي تعادي السودان هي يعني أنا أعتقد وجودها أو يعني مثل هذه العلاقات لا يمكن أن يكون هناك أدنى نعم. احتمال بنشوئها، وهي بمثل البعد بين السماء والأرض. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السوداني دكتور ربيع عبد العاطي. بهذا نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله.